اهلا بكل حضراتكم مره تانية. طبعا النادي الاهلي تاريخ عريق من البطولات والانجازات، حكايه تاريخيه فعلا عمرها بيمتد من سنه 1907 لما تاسس النادي الاهلي، وطبعا تيمنا باسمه النادي الاهلي سميت عده انديه في المنطقه العربيه باسم الاهلي، زي اهلي طرابلس واهلي بنغازي واهلي البرج الجزائري، اهلي جده السعودي، الاهلي الاردني، اهلي دبي الاماراتي، وطبعا الاهلي البحريني. كتير جدا جدا يعني من الحكايات متعلقه بالنادي الاهلي هنسمعها وهنتعرف عليها، وهنشوف كمان من خلالها مجموعه صور تاريخيه ونادره جدا لاحداث ومباريات ما تتنسيش في تاريخ النادي الاهلي. هنتعرف على كل تفاصيلها مع الاستاذ محمد صادق مدير مؤسسه الارشيف العربي واللي بيهتم جدا بتاريخ النادي الاهلي. خلينا نبتدي مع حضرتك بالتحيه، منور الدنيا، اهلا بيك. انا متشكر جدا على المقدمه الجميله ديت، وانا فخور جدا ان فقرات النادي الاهلي العظيمه، وفخور قاعد مع الاستاذ الجميل استاذ كريم. استاذنا هوان كل سنه وحضرتك طيبه وعقبال 100 سنه يا رب. ربنا يخليك، وش البشوش والقلب الطيب. ربنا يخلي حضرتك، بشكرك على الهدايه الجميله دي من جريده المصور، بقى تقريبا اكثر من 70 سنه 49. اشكرك جدا يا فندم. لا فندم، ده اقل واجب يعني استقبالكم ليا، واشكركم فعلا. النادي الاهلي فريق محترم، قناه محترمه، العاملين من اصغر واحد لاكبر واحد، ناس محترمه جدا وقابلين بوشوش جميله، ربنا يوفقكم ان شاء الله. من ذوق حضرتك وكرم اخلاقك، منور الدنيا. نبدا بقى مع حضرتك كده لحكايات النادي الاهلي، ثمانينيات تسعينيات ومثلا مع الامارات. الاهلي تاريخ عظيم، 113 سنه تاريخ ومبادئ وقيم ووطنيه وكل حاجه، والتاريخ بيقول والارشيف بيقول. احنا مش احنا بنقول، احنا زائلون، الكيان موجود، التاريخ بيقول، كل بيقول ان الاهلي نادي عظيم وهيفضل طول عمره عظيم. لو جبنا حكايات، والنهارده يمكن نختص بحكايات ان شاء الله بقى معاكم، نجيب حكايات مختلفه تبين عظمه وتاريخ النادي الاهلي. النهارده هنتكلم عن جزئيه صغيره، وهي المباريات الوديه للنادي الاهلي مع الفرق الاماراتيه. وانا اخترت الاماراتيه لان انا بحس وانا واحد يعني 49 سنه اهو، اني اكتر دوله مع كل احترام للدول محبه لمصر يعني في تعاون مع مصر من بدايه التاريخ لغايه دلوقتي، هي دوله الامارات العربيه الشقيقه. فانا اخترت بدايه اول حلقه ليا يكون دوله الامارات العربيه الشقيقه هي اللي يعني هنتكلم عنها النهارده وفريقها مع النادي الاهلي. جميل، نبدا بقى ونسمع ومش هنقطع حضرتك خالص. احنا سايبين لك النهارده بقى الفقره دي كلها حواديت. ده شرف ليا والله. اتفضل يا فندم. طيب عايزين نعرض يا جماعه كده الصور بين الاهلي والامارات، يا ريت لو نعرضها. هنتكلم الاول في فتره السبعينات، وكان في مباراه بين النادي الاهلي ومنتخب الامارات في 1975 وخلصت 3-2، وكان في لعيب جامد جدا في منتخب الامارات اسمه حمدون، ها كان هو اللي جاب الجونين، والنادي الاهلي 3 جوان ملعوبين جدا. انا جبت عايزين برضو ما نروحش بعيد، ان الصوره اللي فاتت مصطفى عبده. ها ايوه، تعالى نمشي بترتيب الصور المعروضه فعلا، وخصوصا انها فعلا صور حلوه جدا. جميل، ده اول حاجه انا اخترتها عشان امشي بالترتيب الزمني. تمام. في 1975 كانت مباراه وديه، وده اللي خلى فيه علاقات قويه لغايه دلوقتي بين الشباب الاماراتي والشباب المصري. يعني الرياضه ليها دور مهم جدا في توطيد العلاقات بين الدول. اكيد. فهنا 3-2، وكان في نفس الفتره ديت في عظيم في النادي الاهلي، وانا جبت شويه صور كابتن مصطفى عبده والجون العظيم. عايزين نرجع بس. ايوه ايوه، جميل جدا. شوف انا لو شوف انا من اول اليمين للشمال، من واقفين الكابتن جمال عبد العظيم، الكابتن محسن صالح مسك منتخب مصر في فتره من الاوقات، ده كانت 89 تقريبا. دي لا، دي احنا بدانا من 1975. لا الصوره دي المرحله اللي بعديها، لكن اللي فاتت مصطفى عبده، كابتن مصطفى عبده، كابتن فتحي مبروك، كابتن الخطيب، كابتن مصطفى يونس، كابتن اكرامي، كابتن زيزو، كابتن احمد عبد الباقي، الكابتن حسن حمدي، كابتن طاهر الشيخ. جيل عظيم طبعا في 1975. كل اسم من ده يعني فريق لوحده بالظبط. طبعا فريق لوحده ومكانه وتاريخ. كابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحه، الكابتن مصطفى عبده، الكابتن الخطيب، الكابتن زيزو، كابتن فتحي مبروك، كل ناس عظماء. شوف ازاي بيبقى اللعيب مع الوقت بيدي ازاي للنادي بتاعه، ها تاريخ وجميل، زي ما النادي بيديله هو لعيب برضه بيدي للناس. طبعا لازم اجيب بعض اللعيبه طبعا الفتره دي. في نفس الوقت 1975 يعني وحش افريقيا طبعا، كابتن اكرامي. اكرامي طبعا. انا هحكي حكايه كده 5 ثواني. اتفضل. كنت بتفرج تصفيات كاس عالم ما بين النادي بين مصر وفرقه كانت لسه تلعب دي اسمها مدغشقر. وكانت فرقه غريبه جدا مش عارفين نكسبها، طول الماتش هاجمين وجون جميل وبتاع، ففي هجمه مرتده جت على اكرامي، فاكرامي في بداياته المعوده اترمى على رجل الايه؟ المهاجم.
الراجل دخل في عينيه خلاه مش شايف، خرج من الملعب وهم مسندينه كابتن اكرام مش شايف قدامه، والجمهور كله بيبكي وبيشجع، وكان هو السبب في صعود مصر وانها تطلع التصفيات التاليه. مباراه عظيمه مصر ومدغشقر، خارج من الملعب وحط له حاجات على عينيه ومش شايف من ايه فدائيته دفاعا عن اسم الوطن مصر. طبعا طبعا. طب نخش على الصوره اللي بعدها. ده كابتن مصطفى عبده جبناه، وزي جميل كان من ايام ما كانوا بيلعبوا في دوري فلسطين. زي ده كان منتخب مصر. ده كابتن هاني رمزي. هنخش بقى بعض النجوم والفرق الاهلي مسجد الاهلي 1989، وكانت مباراه كبيره قوي ما بين الاهلي، لعب مع فريق النصر الاماراتي وكسب 5-1. بص بقى هنا حاجه جميله قوي، يعني عايزين نقول كل واحد لعب في النادي الاهلي ها هو ليه في النادي الاهلي. ده برضو كابتن جيل ما يتنسيش برضو، كابتن طاهر ابو زيد وكابتن شوبير وده بدايه قبل كاس العالم. نقول من اليمين كابتن علاء ميهوب، كابتن حسام حسن، كابتن ربيع ياسين، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن بدر لجب، كابتن طاهر ابو زيد، كابتن شوبير، كابتن ايمن شوقي، كابتن علاء عبد الصادق، الكابتن الجميل هاني رمزي، الكابتن ابراهيم حسن. فرقه جميله جامد 89. انا حضرت بقى، انا من نفس الجيل زي حضرتك، فاحنا حضرنا الكلام ده بزخم وكله في وقتها، وكان فريق عظيم يعني، فرحونا افريقيا وعربيا. احنا كنا بنلعب في بطوله، رحنا 94 خدناها، 93 94 و95 اشتراك ما خدناهاش، 96 خدناها بوليس صلاح الدين بالجول الجميل. ده كان فريق يخوف طبعا، كابتن شوبير وابتسامه جميله جدا. الله طبعا. ايوب الكره المصريه طبعا، كان يسمى بايوب الكره المصريه من كتر عدده صبره يعني احتياطي، كان قاعد يحتضن كابتن ثابت البطل وكان مده كبيره. طبعا. وده رساله للي هم دلوقتي في حراس النادي الاهلي. الناس المستعجله، الاستعجال من عاده البشر، الاستعجال في كل حاجه. اوكي. ودي فرقه ثانيه. بص بقى الاختلاف بقى هنا، من اليمين كابتن هاني رمزي، عشان كان في تشكيلين بيلعبوا. كان ساعتها المدرب بيدي كل فرصه، التشكيلين اقوى من بعض طبعا، كان فريق مرعب. كابتن هاني رمزي، كابتن حسام حسن، ربيع ياسين، كابتن محمود صالح في ناشئين النادي الاهلي دلوقتي، كابتن علاء ميهوب الجميل. طب ليه ما يكونش ده كابتن ابراهيم حسن مش كابتن حسام حسن؟ لا انا بعرفه من الشعر الاصفر شويه يعني، احنا نضمن منين؟ معلش معلش عشان يبقى الكلام دقيق برضه، ايش ضمننا ان ده كابتن ابراهيم مش كابتن حسام؟ انا سميته زي ما تيجي. هو على كل الاحوال في بيتها في الحالتين، هما اتنين واحد، هما الاثنين واحد وموجودين. الحوار الجميله. ونكمل ده كابتن ايمن شوقي طبعا، بقى القناص ايمن شوقي طبعا، ياما جاب بطولات النادي الاهلي طبعا. ما نساش اخر بطوله افريقيه مع كابتن الخطيب في ماتش الخطيب اعلن فيه اعتزاله في الملعب، ما ننساهوش ماتش النهائي السوداني طبعا. الجول الثاني كابتن ايمن شوقي حطه بدماغه، اكدنا ونزل الخطيب اخر ربع ساعه، ولاول مره نقول يا رب الماتش ما ينتهي من الخطيب لما نزل، وكانت عينيه ورمه من ضربه من لعيب ما لهاش اسمه في المحله، كانت وشه كبير كده، ونزل لعب ها وعمل 10 دقائق ما شفناهاش في تاريخنا كله الرياضي. ده كابتن بيبو يا استاذ. طبعا طبعا، دي اقل حاجه عند كابتن بيبو. كابتن الخطيب ده رمز. طبعا. انا هقول حاجه في 5 ثواني، انا اسف يعني. اتفضل بالعكس. حاجه معايا يعني، كان ليا مكتبه صغيره عند جامع الازهر زمان. وكنت كده على الطريق، فكان كان النادي الاهلي العظيم كان يكسب البطوله او يكسب ماتش، يجي من صلاح سالم يقوم نازل عند الازهر والحسين كده، يقوم احنا موقفينه فين؟ عند سيدنا الحسين والازهر. الناس كل الاهالي تخرج معاهم براميل كبيره فيها شربات. الله. كابتن خطيب. الله. كابتن شطه. صفوت. الناس عظيمه. انا بقى واقف الناحيه الثانيه، فبعمل الخطيب كده، عندي 4 5 سنين، الكلام ده من 45 سنه. وبعمل الخطيب كده، هو مش شايفني، ورحت هناك عند الحديث بين العربيات، وبعمل له كده، وعمل لي كده، وعمل لي كده، بقيت فرحان وبكيت. طبعا. شوف طبعا. الناس، شوف اللعيبه لما بتكبر طبعا، بتفرح الصغيرين. ياما الاهلي، ياما الخطيب، ياما لعيبه الكوره. بنتكلم على رمز مش بس في الحرفنه والاحترافيه، احنا بنتكلم على رمز في الاخلاق كمان. والله على لسانك يا كريم، عايز اقول قمه في الاخلاق. طبعا. كنا نتعلم منه طبعا. ازاي متعنا تثروه، اتعرض عليه 20 احتراف. بص يا استاذ محمد، انا بشوف ان نادي الاخلاق ده اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي، واللي المفروض هو شيء اساسي احنا مش هنتنازل عنه، سواء مجلس اداره او لعيبه او جمهور، ده جاي في اصله من الوجوه اللي احنا شفناها اللي علمتنا هذا الاحترام، لان احنا كنا بنشوف اللعيبه بتوعنا ازاي بيتعاملوا باحترافيه واحترام واخلاق، فده بيتصدر لينا كلنا. ما اتغيرتش على مدار الزمن ده يعني 113 سنه، ده اللي بيميزنا. انا يعني بشوف كده بصراحه، وكلنا مش هنشوف الاهلي اي مؤسسه فيها احترام وفيها مبادئ وكده بتعيش صحيح. وبتخلي حتى العاملين فيها بيمشوا على نفس ما هو طبعا. اي حاجه اداره طبعا، لو ما طبعا. كان إدارة رب البيت صحيح. محترم واديب وكويس ومحترم، الناس كلها بتفعل، لو كان العكس بنفس المشكله. شوف بقى يا استاذ محمد، صلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. طب زيد النبي صلى عليه الصلاه والسلام. دلوقتي حضرتك راجل حكاك،
ماهر جدا، عندك من القصص الشيقه والحواديت الكتيره ما يستدعي ان انت لازم تنورنا مره ثانيه، لان احنا للاسف الشديد محكومين بفتره زمنيه ووقتنا بيوشك على الانتهاء. حاضر. وعايزين نستفيد من ذاكرتك الفوتوغرافيه. اخر حاجه لو انتوا خلاص حاسين وانتوا تبقى ليكم انتوا كل حاجه هعرض حاجه نادره جدا وما اتقالتش. يا ريت. ده حاجه اسطوانه، اتفضلوا. تحكوا عليها انتوا للناس، تقول ده في الستينات، يعني ب 60 سنه ازاي نشيد للنادي الاهلي وعلى اسطوانه. وحضرتك لو طلعت الاسطوانه من جوه كمان والنشيد منور. انا اسف سامحيني. ايوه انا عايز اوري للناس الاهلي فريق عظيم، تاريخ، بطولات، لعيبه، مبادئ، قيم، حارب الانجليز، الوطنيه، الاربعينات، الخمسينات، ياما ناس وقفوا قدامه وفضل على مبادئه وقيمه واخلاقه. فدي حاجه نزله بتنزل على الاسطوانه فيها النشيد من ورا. المره الجايه ممكن لو مفيش وقت بنقولها من الخلف. بص حضرتك يا استاذ نوران، مرات مش مجرد مره جايه، ده لازم تكون معانا كتير. بص شوف الاهلي بيعمل ايه. ايوه شوف الجمال. شوف طب احنا ممكن نروح نسمع اغنيه؟ يا ريت. خلينا نروح نسمع اغنيه ونرجع نكمل مع حضرتك. نورت الدنيا. ربنا يخليك حضرتك، شرفتنا وان شاء الله تكون موجود معانا مره ثانيه عشان نستفيد بقى من ده. انت عندك كنز من المعلومات والذكريات الحلوه. عايز اجيب كل حاجه. احنا هنعملها اسبوعيه او حتى يعني ده شرف ليا. يعني هنحاول احنا نعملها اسبوعيه ان شاء الله. شرف القاسم الاهلي ده رمز، ده تاج على دماغنا كلنا بنحبه. نورتنا. ربنا يخليك. نروح نسمع.